مشاهدينا الكرام وسعدتم مساء، أهلا بكم إلى نشرة الخامسة ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يترحم على الأرواح الزكية الطاهرة لشهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد في الذكرى 61 لعيد الاستقلال والشباب. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يزور 3 ولايات دفعة واحدة، الجزائر بومرداس وتيبازا، يطلق فيها مشاريع ويدشن إنجازات هامة تعزز البنى التحتية لبلادنا، تستجيب لتطلعات المواطن وتتكفل بانشغالاته وتجعل المواطن على رأس الأولويات. وفي ذكرى استرجاع السيادة الوطنية، الرئيس الأمريكي جو بايدن يهنئ الجزائر ويؤكد تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع الجزائر لتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة. وفي غمرة الاحتفالات بالذكرى، وقفات ترحم ونشاطات عبر الوطن تستحضر نضالات وتضحيات الشهداء. أهلا بكم من جديد. تحيي الجزائر إذن اليوم الذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب في جزائر جديدة بانتصارات جديدة على مختلف الأصعدة وإنجازات شواهدها جلية في كل المجالات في كنف الاستقرار والتطلع إلى أفق أوسع من الازدهار والتقدم. وبهذه المناسبة وبمقام الشهيد ترحم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة، حيث كان في مقام الشهيد كل من رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، بالإضافة إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية نذير العرباوي، ووزير الدولة مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز خلاف، وأعضاء من الحكومة، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حداوي، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن برهم. السيد الرئيس وضع إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري المخلد للشهداء الأبرار. وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة.
ومن جزائر الانتصارات إلى جزائر الإنجازات. وفي خضم الاحتفالات بالذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، شرع اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة ميدانية إلى 3 ولايات دفعة واحدة، يطلق فيها مشاريع ويدشن إنجازات هامة تعزز البنى التحتية ببلادنا. والمحطة الأولى في برنامج زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استهلها السيد الرئيس مرفوقا بالفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من كاب جنات بولاية بومرداس. بعد الاستماع إلى النشيد الوطني، حيا السيد الرئيس مستقبليه من أعضاء الحكومة والسلطات الولائية والمحلية المدنية والعسكرية لولاية بومرداس. إذن وكما تتابعون في هذه الصور، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يحيي مستقبليه من أعضاء الحكومة والسلطات الولائية والمحلية المدنية والعسكرية لولاية بومرداس. رئيس الجمهورية استمع بعد ذلك إلى عرض مفصل عن المشروع قدمه الرئيس والمدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، أبرز فيه جهود الدولة في بعث البرنامج الاستعجالي الخاص بمحطات تحلية مياه البحر الذي دخلت جل محطاته حيز الخدمة. البرنامج التكميلي الاستعجالي يتضمن إطلاق 5 محطات بولاية بومرداس، الطارف، بجاية، تيبازا، وهران. وعند استكمال إنجاز كل هذه المشاريع ستصل طاقة الإنتاج إلى أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً. رئيس الجمهورية أبرز أهمية هذه المشاريع في مواجهة الجفاف، مشيدا بجهود كل القطاعات التي ساهمت في إنجاز هذه المشاريع لتصبح محطات تحلية البحر 100% جزائرية. حقيقة كان قرار في
بداية ما كانش يظهر بأنه ضروري. الوقت لنا فيه اليوم مع الجفاف اللي بدينا نعيشه فيه بصفة ملموسة ومحسوسة من طرف كل المواطنين ومن طرف الدولة، هذه المشاريع هذه جات في وقتها. إذا شاكر لهم كل المجهودات اللي بدلوها، شاكر كذلك وزارة الطاقة ووزارة الري ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني اللي انسجموا في هذا البرنامج، وصبحت اليوم محطات تحلية المياه البحر جزائرية 100% بفضل إطاراتها الجزائريين، بفضل عمالها ومهندسيها، وكذلك بفضل التقنيات اللي بداوا يتحكموا فيها إطارات الجزائرية. رئيس الجمهورية أشاد بجهود إطارة كل المؤسسات الجزائرية وعلى رأسها إطارة شركة سوناتراك خاصة في السنتين الأخيرتين لتجسيد مشاريع البرنامج الاستعجالي لتحلية مياه البحر. فخورين جدا، واعتقد ما سهل بالنسبة للدول اللي عندها المال أنها يعني تشري محطات، ولكن احنا حفاظا على المداخل تاع البلاد وحفاظا على الثروة تاع البلاد نفضل نحاول باش نصنع الأمور هذه نفسنا بنفسنا. وصلنا لها الحمد لله بفضل نزاهة الإطارات، وعلى رأسها مثل ما قلت إطارات وزارة الطاقة سوناتراك. سي حكار، مش من العادة باش نشكر كثير الإطارات، ولكن الشيء اللي قايمة به سوناتراك يثير يعني ماشي غير الاحترام فقط. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكد أن كل ولاية الوطن ستأخذ نصيبها من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، داعيا إلى ضرورة التفكير من الآن في محطة لتحلية مياه البحر بأزفون أو تيكزيرت بولاية تيزي وزو. المناطق الجزائرية لازم تأخذ حدها في هذا البرنامج. ممكن مشكلة تطرح لنا في تيزي وزو. تيزي وزو عندها محطة تصادورت للماء الباطني تاع السيباو، عندها واد السيباو وعندها تقسبت. تقسبت نشفت، السيباو ما يقدرش يتحمل أكثر من اللي يتحمل. إذا نفكروا في محطة إما في تيكزيرت ولا في أزفون ولا في الشط. عطيتنا تعليمات فيها. باش تكون محطة كذلك لتيزي وزو على حسب الحجم تاع الولاية. إذا كان لازم نوصلوا 300,000 ديروا واحدة تاع 300,000 لكل ولاية وخلاص. رئيس الجمهورية أكد أن ولاية بومرداس أصبحت رائدة في الفلاحة، داعيا إلى استعمال المياه المعالجة في الري الفلاحي. ماذا بيا مثل ما نتجندين تحلية مياه البحر، نتجند كذلك الاستعمال في الفلاحة المياه المستعملة ومعالجة. لي زو يوزي تريتي اون دوا لي زيتيزي في الفلاحة باش نخلي الماء الشاروب للمواطن. باقي بالنسبة لولاية بومرداس نهنيهم بهذه المحطة، إذا كان ما تكفيش نزيدوا محطة أخرى ما فيش. قابلة للتوسيع. نوسعوها إلى أقصى حد حتى نوصل مثل ما قال تاع الري، يا ريت نوصل 80% تاع استهلاك مياه صالحة للشرب من تحلية المياه باش نحافظ على المياه الجوفية تاعنا. رئيس الجمهورية أكد أن مشروع تحويل المياه من عين صالح إلى تمنرست على مسافة 750 كيلومترا يعد مفخرة للجزائر ويجب المواصلة في هذا النهج. السدود هذه
ندرسوا ما دام عندنا امكانيات نتاعنا الحمد لله، ما دام احنا نصنعوا الانابيب نتاعنا وعندنا شركات خواص ولا ما يهمش، المهم جزائريين، باش ندير لانتر كونيكسيون لي باراج. غدوة عوض ما نستحلي فان بور ديشارجي ان باراج حفاظا على لا سيكوريتي نتاعو، المياه هذيك زايدة ندفعها للباراج اكوتي. لي كرون ترونسفير، لي كرون ترونسفير دواف سو فار كونت اون ريوسي افير ان ترونسفير لو سول. يعني لا موديستي التواضع نتاع الجزائريين ما يتكلموش عليه. لو سول ترونسفير اون دوهور دي زيتازوني دامريك اي جو لو دي دو مانيير اوفيسيال 750 كيلومتر اين صالح تمر راسات سي لالجيري كي لا في اي اون بو كونتيني فخر لبلادنا بو كونتيني فير دي ترونسفير بين حتى نوصل غدوه مانيش عارف نسد كوديتا سردون ولا نسد قدارة ايه نوصل بها للعاصمة ونوصل بها للجوار جوار ايه شلف الله يعاونكم. شكرا، يعطيكم الصحة. بعد ذلك وضع السيد الرئيس حجر الأساس لإنجاز هذا المشروع الضخم الذي تصل طاقة إنتاجه إلى 300 ألف متر مكعب يومياً. مشروع حيوي من شأنه سد حاجيات الزيادة من 3 ملايين مواطن يومياً من المياه الصالحة للشرب بمختلف بلديات ولاية بومرداس وحتى المناطق المجاورة لها. المحطة الثانية في برنامج زيارة رئيس الجمهورية كانت محطة تحلية مياه البحر بفوكا بولاية تيبازا. السيد الرئيس استمع في البداية إلى عرض حول هذا المشروع الحيوي وتلقى شروحات مفصلة عنه. ليضع بعد ذلك حجر أساس إنجاز محطة تحلية المياه بفوكا. المحطة مشروع ضخم وحيوي بست وحدات إنتاجية تصل طاقة إنتاجها الإجمالية إلى 300 ألف متر مكعب يومياً، من شأنها ضمان تزويد ساكنة الجهة الغربية للعاصمة وبعض بلديات ولاية البليدة بالمياه الصالحة للشرب. السيد الرئيس أشاد بالكفاءات الجزائرية التي تشرف على إنجاز مثل هذه المحطات، كاشفاً عن إعفاءات ضريبية ضمن قانون المالية القادم تصل إلى نسبة 80% بالنسبة للشركات التي تنشط في مجال تحلية مياه البحر. محطات تحلية المياه التي وضع حجر أساسها اليوم رئيس الجمهورية تندرج ضمن الاستراتيجية الكبرى التي سطرتها الدولة من أجل تعزيز أمنها المائي وضمان تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية بإنجاز 5 محطات كبرى لتحلية مياه البحر في كل من ولايات الطارف، بجاية، بومرداس، تيبازا ووهران. أيده إنجاز محطات تحلية مياه البحر على طول الشريط الساحلي مخطط استراتيجي استعجالي أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن المائي في الجزائر لما له من تأثير على السياسة التنموية للبلاد. محطة تحلية مياه البحر بقورسو إحدى المحطات المنجزة بولاية بومرداس، طاقتها الإنتاجية 80 ألف متر مكعب يومياً. فمن هذا الشاطئ وعلى عمق 15 متراً تسحب مياه البحر عبر أنبوبين بطول 800 متر لتمر بعدها مياه البحر عبر مراحل التصفية والتنقية المختلفة. في الحوض تتم مراحل تنقية المياه البحر من الشوائب، في الأول من الشوائب الكبيرة وثانية من الشوائب الصغيرة عن طريق حاجزين لتنقية المياه. فلاتر رملية تعمل تحت الضغط، نقوم من خلالها بإزالة كل الشوائب
الدقيقة التي مرت في الماء عن طريق المرحلة الأولى. هذا المبنى هو قلب المحطة النابض، فيه تتم عملية التناضح العكسي، 8 مضخات تعمل بمصافي متخصصة. احنا نستعمل تقنية التناضح العكسي الأوسموس انفرس لإزالة جميع الأملاح المعدنية والبكتيريا، وقمنا أيضا باستعانة بتقنية أخرى هي تقنية إنرجي ريكوفري لزياري لتقليص باستهلاك كمية الكهرباء. كمية الكهرباء المستهلكة في هذا المشروع حوالي 3 كيلووات للمتر مكعب. ولاية الجزائر ولكثافتها السكانية كانت قد استفادت من محطتين إضافيتين لتحلية مياه البحر السنة الماضية. منا نتحكموا في كاع العمليات اللي تكون أوتوماتيكية، من منطقة سحب المياه إلى مراحل تصفية إلى مرحلة أن تكون المياه جاهزة. محطة تاع المرسى اللي هي محطة تحلية مياه تنتج 60,000 متر مكعب يوميا. هذه المحطة دخلت حيز الخدمة في أكتوبر 2022. والله في الحقيقة احنا الحمد لله الماء راه ينضب كل يوم، ونتمنى المواطن برك ما يضيعناش الماء. الماء دوكا كاين الحمد لله يا ربي، ماذا بهم ينقصوا التبذير ما يضيعوش. واستكمالا للاستراتيجية المنتهجة في إطار المخطط الاستعجالي، انطلقت أشغال الحفر والبناء هنا بمشروع محطة كاب جنات 2 ببومرداس، وتيرة عمل متسارعة لإنجاز المحطة في آجالها المحددة. طاقتها الإنتاجية 300,000 متر مكعب، محطة يعول عليها، فبدخولها حيز الخدمة ستتضاعف حصة بلدية بومرداس من الماء الشروب. الأرضية اللي هنايا تسمح لنا حتى الدراسات يعني البحرية اللي درناها تسهل لنا يعني باش التسريع في إنشاء المحطة. احنا متقدمين يعني في الدراسات الهندسية، وبدينا الآن في مرحلة البناء اللي بإذن الله نسلم المحطة في ديسمبر 2024. 300,000 متر مكعب في اليوم هي الطاقة الإنتاجية لمحطة فوكا 2 بيتي بازا، ومع انتهاء الأشغال بالمحطة سترتفع حصة الماء الشروب لبلدية تيبازا وغرب العاصمة. حاليا لو نلاحظوا أنه أكثرية الأشغال هي أشغال بالآلات والحفارات، عندنا حاليا ما يجاور 300 عامل. 3 محطات كبرى ضمن المخطط التكميلي الجاري تنفيذه بكل من ولايات بجاية وهران والطارف، تضاف إلى محطتي كاب جنات 2 ببومرداس وفوكا 2 بيتي بازا بسعة إجمالية تقدر ب1,500,000 متر مكعب ضمن برنامج الدولة لتأمين الماء الشروب للمواطن. سياسة رشيدة كسبت بها الجزائر رهان توفير الموارد المائية بطرق غير تقليدية، مما يسمح بتحقيق الأمن المائي. مشاريع أنجزت وأخرى قيد الإنجاز، سهرت عليها كفاءات جزائرية أوكلت إليها مهمة تجسيد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر. تلقى رئيس الجمهورية أمس رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي جو بايدن بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الاستقلال، هنأه فيها نيابة عن الشعب الأمريكي بهذه المناسبة. وأشاد الرئيس الأمريكي بمساهمة الشراكة المستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة في تعزيز السلام والازدهار للشعبين الجزائري والأمريكي ولشعوب العالم، مبرزاً أهمية العمل سوياً على مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية الرئيسية، ومنوهاً بعمق الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين. وفي ظل استعداد الجزائر لتولي عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام المقبل، أعرب بايدن عن تطلع بلاده للعمل معا على تعزيز القيم الديمقراطية والرؤية المشتركة للعالم وتعميق الشراكة بين البلدين. وفي غمرة الاحتفالات أحيت ولايات الوطن اليوم الذكرى 61 لعيد الاستقلال والشباب، حيث تم تنظيم وقفات ترحم على الأرواح الزكية الطاهرة
ورفع العلم الوطني. الاحتفائية التي حضرتها السلطات المحلية المدنية والعسكرية وكذا الأسرة الثورية، قرأ فيها الحاضرون الفاتحة على الأرواح الزكية الطاهرة للشهداء الأبرار. تميزت أيضا بتدشين عدة منشآت جديدة دخلت حيز الخدمة، كما تم بالمناسبة تكريم بعض المجاهدين وأفراد من الأسرة الثورية. ومن فلسطين الأبية أقيمت تظاهرات ووقفات ترحم احتفالا بالذكرى 61 لعيد الاستقلال والشباب واستذكارا لتضحيات شهداء ثورة التحرير المباركة. مراسلة في الموضوع لوسام أبو زيد. إحياء للذكرى 61 لاستقلال الجزائر، نظمت جمعية أصدقاء وخريجي الجامعات الجزائرية حفلا شعبيا على بعد أمتار من الحدود الشرقية لقطاع غزة، تأكيدا على تمسكهم بالأرض وعلى ضرب الجزائر سائرون. على الخط الفاصل ما بين فلسطين المحتلة 48 وقطاع غزة، احتفلنا اليوم بالذكرى 61 لاستقلال الجزائر، الجزائر العزيزة على قلوبنا، الجزائر التي تستحق منا كل الوفاء لأنها وقفت مع فلسطين طوال السنوات الماضية. الحفل بدأ على أنغام السلامين الوطنيين الفلسطيني والجزائري، وشاركت فيه فرقا فنية شعبية تراثية فلسطينية إلى جانب الشعراء الذين عبروا بكلماتهم عن مدى ارتباط التاريخ الجزائري بالقضية الفلسطينية دون أن تغيب الأغنية الشعبية التي ترسم بأنغامها مدى حب فلسطين للجزائر. شعب قدم 1.5 مليون شهيد، هذا الشعب اللي احنا مفروض علينا كشعب فلسطيني انه نقيم له الاحتفالات باستقلاليته، اللي ناضل وقاوم وجاهد من أجل تحرير وطنه، اللي هي اليوم الجزائر تعتبر حليف استراتيجي للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. دائما يعني هم بيخافوا علينا، دائما هم معنا في كل شيء، يعني في كل شيء بيصير عندنا في فلسطين دائما معنا، متضامنين معنا. أنا بحكي دائما أنه الجزائر هي الأم لفلسطين. وفي ذكرى استقلال الجزائر لم تغب الأحداث الجارية في جنين ونابلس وقبل ذلك في غزة، تماما كما جرى في حي القصبة من مقاومة قبل الاستقلال، ما زادهم إيمانا أن النصر آت لا محال. في ظن أن كنا احنا دائما في العدوان، ما يحدث في جنين، في نابلس، في غزة، كأننا في شوارع الجزائر في الحرب في 1900 ما قبل 62، كأنها ثورة القصبة. ما يحدث في نابلس، حارة الياسمين، نتذكر حي القصبة علي لبوانت وعمار يوسف. فمن فلسطين المحتلة إلى الجزائر المستقلة، يجدد الفلسطينيون العهد في ذكرى الاستقلال على أن يبقوا على درب ثورة التحرير الجزائرية إلى أن يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. هذا وازدانت الصفحة الرئيسية لمحرك البحث جوجل اليوم بالراية الوطنية، مرفرفة خفاقة تزامنا والذكرى 61 لاستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية. في التعاون وبتكليف من رئيس الجمهورية، شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالعاصمة الأذرية باكو في أشغال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، حيث أكد عطاف في كلمة له بالمناسبة ضرورة احترام ما تمليه المنظمة أو المنظومة الدولية التي تنتمي إليها من قواعد وثوابت وضوابط ومبادئ وقوانين تضمن التعايش الهادئ والآمن والنافع للجميع. إن الجزائر التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن بفضل دعم ومساندة أشقائنا وأصدقائنا من الدول الأعضاء في تجمعنا هذا، تؤكد التزامها بكل هذه القيم والمبادئ التي تشكل مرتكزا لمواقفها المتزنة والمتوازنة إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية
وتمثل في ذات الحين منبعا لجهودها ومبادراتها الرامية للإسهام في نشر الأمن والاستقرار. في سياق الجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 4 جويلية الحالي العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة عبر كامل التراب الوطني. في إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة خلال دورية استطلاعية بإناميناس، فيما تم توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات أخرى منفصلة في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 19 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولة إدخال قنطار و64 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 422,259 قرصا مهلوسا. وبكل من تمنراست وإنقزام وإناميناس، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 300 شخص وضبطت 17 مركبة و137 مولدا كهربائيا و80 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن و7 أطنان ونصف من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 6 أشخاص آخرين وضبط 7 بنادق صيد و81 710 وحدات من مختلف المشروبات وستة قناطير من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولة تهريب كميات من الوقود تقدر ب 13,474 لترا بكل من تمنراست وتبسة وسوق هراس والطارف. من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 131 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 291 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني. في الحدث الرياضي العربي وفي ثاني أيام منافسة ألعاب القوى للألعاب العربية المقامة بالجزائر، حقق العداء الجزائري سهيل عبد الرحمن علوي الميدالية الذهبية في سباق العشرين كيلومتر مشيا، فيما عادت الميدالية الفضية لمواطنه عامر عبد النور والبرونزية للإماراتي حسن الشعالي، لترتفع حصيلة الجزائر إلى 8 ميداليات منها 3 ذهبيات فضية واحدة و4 برونزيات. هذا وينقل لكم التلفزيون الجزائري سهرة اليوم عبر قنواته حفل الافتتاح الرسمي للألعاب العربية. إلى التذكير بالعناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترحم على الأرواح الزكية الطاهرة لشهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد في الذكرى 61 لعيد الاستقلال والشباب. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يزور 3 ولايات الجزائر، بومرداس وتيبازا، يطلق فيها مشاريع ويدشن إنجازات هامة تعزز البنى التحتية ببلادنا تستجيب لتطلعات المواطن وتتكفل بانشغالاته وتجعل المواطن على رأس الأولويات.
وفي ذكرى استرجاع السيادة الوطنية، رئيس الأمريكي جو بايدن يهنئ الجزائر ويؤكد تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع الجزائر لتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة. وفي غمرة الاحتفالات بالذكرى، وقفات ترحم ونشاطات عبر الوطن تستحضر نضالات وتضحيات الشهداء.